هي بتبنى الأمم بعقول وفكر الشباب، هكذا يقول التاريخ دايما. وكل يعني المتابع والقارئ في التاريخ هيلاقي ان دايما افكار الشباب هي اللي بتكون في او بتخلق مجتمعات جديده، مجتمعات قادره اللي هي فعلا تفكر بره الصندوق زي ما بيقولوا يعني. ويمكن ده اللي بينعكس بشكل مباشر على الحوار الوطني، لان في حاله من التفاعل، حاله من المتابعه لكل جلسات الحوار الوطني. واحنا بنتكلم في جلسه هي الثانيه كانت موجوده امبارح، والحوار ده كلف بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء افطار الاسره المصريه امبارح. زي ما قلت لحضراتكم كانت الجلسه الثانيه لاعضاء مجلس الأمنة، واللي تم من خلالها تحديد الملفات والمحاور الرئيسية لجلسات الحوار. دكتور ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني عمل مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع كعادة يعني كل اجتماعات، وشفنا ده وعهدناه من اليوم الأول للاجتماعات. قال إن الملف السياسي كان هو محور النقاش في عدد في الجلسة الثانية، وتفرع منه ثلاث قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية، المحليات وحقوق الإنسان. وخلال المناقشات دي كان في بعض الآراء اللي بتطرح فكرة إجراء تعديلات على بعض التشريعات، وخاصة المرتبطة بالمحليات. ويمكن المحليات تحديدا هي بيت الداء للكثير من الأمراض السياسية المتوطنة اللي يمكن يبسانت عانت منها كل الأنظمة، إن لم يكن أغلب الأنظمة اللي مرت على مصر عانت من المحليات. ففكرة اللي احنا نكون أمام حوار وطني في نوع من أنواع المكاشفة المصارحة، وعارفين فين المرض وإزاي اللي احنا نقدر نعالجه، فهنا ده يعني بيدي حاجة من حالات بشرة خير إن اللي جاي هيكون أفضل، اللي احنا حاطين عينينا وإيدينا فعلا على القضايا اللي احنا بنعاني منها لسنوات. والجميل كمان الحوار الوطني ده بيشارك فيه يعني جميع الأحزاب، خلينا نقول بلا استثناء، النقابات والاتحادات كمان مشتركة في الحوار، وفي كده تشكيل في مجلس الأمنة، وبيعكس حالة من أو في حالة من التنوع بيعكسها. ده بينقل قد ايه في تنوع في المشاركين في الحوار. ورغم ان الجلسه امبارح كان المحور السياسي هو اللي واخد الحيز الكبير من المناقشه، لكن كمان كان فيه اهتمام كبير بمحورين في الحقيقه هم مهمين جدا، خلينا نقول مؤثرين جدا دلوقتي، هو الاقتصادي والاجتماعي. عشان كده مجلس الامنه شكل لجنتين، كل لجنه فيها 4 أعضاء هم اللي هيقترحوا مجالات النقاش في المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي واللجنه الاقتصاديه. الاعضاء هم طبعا مع حفظ الألقاب جودة عبد الخالق، طلعت عبد القوي، محمد فايز، والنائبة أميرة صابر. اللجنة الاجتماعية أعضائها هم فاطمة خفاجي، كمال زايد، وجمال الكشكي، وريهام باهي. بالتالي الحوار الوطني هيكون شامل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وده المهم، وده اللي النهاردة الشارع المصري مهتمين ده حقيقة. بس أنت وفكرة الحوار الوطني أو كلمة حوار في حد ذاتها بتخلينا على طول كده عارفين إن إحنا أمام خيار من اتنين، إما التوافق أو الاختلاف. إحنا لو بنتكلم على توافق فأعتقد إن ده بيكون أمر في غاية الصعوبة إلى حد ما، وهو اللي بيحتاج إلى أرضية مشتركة علشان خاطر اللي احنا نحقق هذا التوافق بالشكل المأمول، بالشكل اللي احنا يخلينا نقول اللي احنا أمام طريق صحيح. فكرة الاختلاف زي ما احنا عارفين الاختلاف في الرأي لا يفسد أبدا للوطن قضية، وهو أمر محمود في حد ذاته. بس فكرة اللي احنا نطلع من الاختلاف ونوصل للتوافق هو ده اللي بيخلينا أمام الحوار الوطني. الحوار الوطني اللي هيكون فيه وجهات نظر، هيكون فيه أفكار سياسية مختلفة، وكل شيء هيكون بالتأكيد موجود على مائدة الحوار الوطني من ملفات وقضايا لطالما يمكن أرقت المجتمع لسنوات طويلة، بس عندنا النهاردة وعي. ويمكن هو دي المخرجات أو الملفات اللي تقدمت من المواطنين، من الساسة، من مختلف فئات وألوان طيف المجتمع المصري، علشان نحن نتحاور نتشارك علشان يخرج أو نخرج في الآخر بمشروعات قابلة للتنفيذ. وده اللي بيخلي فيه ثقة واهتمام كبير من كل القوى السياسية وكل الأطراف في المجتمع المصري. وهحط هنا تحديدا الشباب، أو هكون أنا متحيز إلى حد ما للشباب، لأن في مشاركات جيدة جدا من الشباب في كل القضايا، يمكن على رأسها القضايا الاجتماعية خلال جلسات الحوار اللي بيدور فيها هذا الحوار.
الكل مرحب بالمشاركة ومتفاعل في القضايا اللي بيتم طرحها، أملاً في اللي احنا نوصل لجمهورية جديدة بتستوعب كل الأطراف وبتحل كل المشاكل اللي موجودة سواء كانت اجتماعية اقتصادية سياسية أيضاً. بما أننا بنتكلم على التفاعل، كمان كان عاجبني قوي الحضور الإعلامي الكبير اللي كان موجود امبارح يا أحمد، فتح باب كبير للجميع في الإعلام سواء محلية إعلام يعني وسائل إعلام محلية أو دولية، حتى لو ما كانتش موجودة الناس قدرت ان هم يشوفوا الشفافية او الحالة اللي كان فيها حيادية في الحقيقة، تمت من خلالها إدارة الحوار مع كل القوى السياسية وكل مكونات المجتمع المصري. بالتالي احنا هنا قدام حوار وطني جاد وفعال بيناسب طموحاتنا، بيناسب أحلامنا كمصريين، بيناسب الحالة اللي احنا بنطلب بيها وهي الشفافية. كمان الحوار معبر بشكل كبير جدا عن الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة. على كل حال احنا هنكمل كلام عن الموضوع ده في خلال الحلقة النهاردة. بنصبح لحضراتكم، بنتمنى لكم يوم جميل. صباح الخير يا مصر.